اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويجب أن نحذر من بادرة بدأت تفوح رائحتها الكريهة، ألا وهي ما يسمى بتوحيد الأديان. فإن هذا المبدأ منكر عظيم، لأن مقتضاه ولازمه أن تكون الأديان السابقة باقية مقبولة عند الله مرضية له، وهو مبدأ خطير، ولا يمكن أن نوحد الأديان. وإن دين اليهود ودين النصارى بالنسبة لشريعة الله كسائر الأديان ليس مقبولا عند الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكيف يليق بنا أن نحاول ما يسمى بتوحيد الأديان؟ وهل هذا إلا محادة ومضادة لشريعة الله؟ وإذا كان النصارى قد كفروا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف نتوحد معهم في دين؟ وإذا كان اليهود منكرة لرسالة عيسى، فكيف يتوحدون مع النصارى في الملة؟ ولهذا قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. فإذا كان بعضهم نفى أن يكون البعض الآخر على شيء من الدين، فإننا نحن الذين نسخ الله الأديان السابقة بشريعة الإسلام، لا يمكن أن نقول إنهم على شيء، بل هم ليسوا على شيء. وإذا قدر أن لليهود والنصارى خصائص في بعض الأحكام الشرعية، فهذا لأن عندهم من العلم بالشريعة الإسلامية وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يجعلهم أميل إلى القبول من غيرهم، وليس المعنى أنهم على حق. واسمع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أقسم بأنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجرد السماع من اليهود والنصارى، مجرد السماع حجة ملزمة، لأنهم لا يحتاجون إلى تفهيم، هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. ولهذا كان مجرد سماع اليهود أو النصراني بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة قائمة عليه. فكيف نسمح لأنفسنا أن نتفوه بتوحيد الأديان الثلاثة؟ وأقول دين اليهود ليس دينا عند الله، وإن كانوا يرونه دينا لهم، ودين النصارى كذلك ليس دينا عند الله،
وإن كانوا يعتقدونه دينا. فهذا المبدأ المقيت الممقوت هذا المبدأ المقيت الممقوت يجب أن يطرد من ساحة البحث ومن ساحة التفكير، لأنه لا مكان له. يجب أن تتوحد الأمة الإسلامية على هذا، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن ننبهر بما كانت عليه الأمم النصرانية أو اليهودية من تقدم في أمور الدنيا، لأن المسلمين حين كانوا على الحق متحدين غلبوا من كانوا في وقتهم كهذه الأمم أو أقوى، لكن جاهدوهم بالقرآن فكانت الغلبة لهم، والله غالب على أمره وكلمة الله هي العليا.